رح يخلو سبيلك. عم تسمعي جميلة؟ شرف لا تترك لحالها، روح مع جميلة بسرعة. طيب خلص لا تقلق. ماشي، عن قريب رح يعرفوا انك بريئة. وثقي فيني ولا تخافي ابدا لاني جنبك. خليكي قوية. لو سمحتوا ما حدا يقرب، إذا بتريدوا يا شباب بلا مشاكل. جميلة خانم شو سبب؟ لو سمحتوا شاولي لورا، شاولي لورا. إذا لو سمحت اشرح لنا كيف صارت الأحداث. يا جماعة إذا بتريدوا خليكم لورا. لو سمحتي ناطرين في التصوير. جميلة خانم لو سمحتوا لا تعملوا لنا مشاكل. لو سمحتي ما بيصير تطلعي هون يا خانم. لو سمحتي لو سمحتي ما فيني أتركها لبنتي. شاولي لورا يا خانم. يعني معقولة إن أتركها تروح لوحدها معكم؟ معقولة هالشيء؟ خليني أطلع معكم. الله يخليكم. لو سمحت خانو كوثر خانو اهدي شوي. تعالي اتبع حالك جميل. كثير أقوى. أنا معي كوثر خانو. مهند ها هي عم تتصل كتير حلو. الو خير مهند؟ ليش متصل فيني كل هالقد؟ ليش ما عم بتردي على تليفونك؟ لسه هلأ فقت مو سمعانته. ليش في شي؟ انت بالبيت؟ ايه بالبيت. ما عم قلك هلأ فقت. انا جاي لعندك فورا، في شي بدنا نحكي فيه. مهند شو في؟ لا شوفك منحكي على التليفون، ما بيمشي الحال فيروز. يلا بخاطرك امشي. زينب لوين بدكن تروحوا؟ فيروز هي اللي كانت عند بدر، بدي جيبها عن نيابة. مهند انت لا تتصرف من راسك، خبره لشرف. انت لا تخافي، روحي عن نيابة وخليكي مع جميلة. خلينا نروح نمسكها قبل ما تهرب. ساوي مثل ما قلتلك. يلا اذا كانت هي اللي عاملة هالشي فما رح تجي معك لهون بنوب. خلينا نروح هلا. يلا بسرعة. يا خانم روحي ارتاحي شوي. شكرا لك، انا منيحه. كيف وضعه؟ ان شاء الله صار احسن. بس لخلص هالقصه رح يبلش حسابي معك انت. ما مفهم. انت من يوم دخلت على حياتنا خربتها كلها مويت. لازم تشكر ربك لانه بانا بحاجتك هلا. ولولا هيك لخليتك تختخ مثل جميله بالحبوس. بس وحياتك نهايتك قربت كثير. اخذوها للبنت عن نيابه. الو واخيرا خير. ليش عم تتصل كل هالقد مؤيد؟ بتعرفي انه مو خير. عم اتصل لاسمع منك القصة. انت شو بدك مني من عالصبح؟ انا ما عم بفهم شي من اللي عم تقوله. حاجتك بقى، انت مبارح كنتي عند بدر، يعني انت اقرب المتهمين بالحادث. متهمين بشو؟ ما فهمت. سمرا انا مبارح بالليل شفتك وانت هربانة. سكري بقى، جاية متأخرة وقاعدة عم تلي على التليفون. شايفك ما عم تعترفي. عم تكذب مؤيد. بالعكس هلا تأكدت. وكيف تأكدت بقى؟ أنا مبارح ما شفته لبدر ولا رحت لهونيك، أصلا صار لي فترة ما شفته. أنت مبارح كنت عنده سمرة. طبعا رجال الأمن يلي واقفين عم تدخل ما شافوك لأنك كنت من الباب الخلفي تبع الحديقة. والكاميرات ما صورتك لأنه بدر هو يلي فتح لك. ها؟ We'll be right back.
ماشي ماشي روق شوي خلينا نفوت لجوا على البيت. اوعي تغنجي مرة تانية لما بقلك تجي. أنا بعرف إنك بتكوني مشتاقتي لي. ماشي أنا آسفة. إمتى ما بطلبك بتجي وخلال دقايق بتكوني عندي فهمتي؟ يا حيوان. الشرطة عملت بحثة وتبين معهم إنه الحمرة الموجودة على الكاسة مو لجميلة. وعم يشوفوا البصمات. يعني أكيد رح يعرفوك. هذا غير إنه بدر رح يصحى ورح يحكي كل اللي صار. يعني ما رح تقدري تهربي. ممكن افهم لوين بدك توصل. قل لي لوين بدك توصل. بدي تحكي لي اللي صار مبارك. وقت اللي وصلت كان سكران. يبدو كان معصب من شيء. يعني تقريبا بعد شي نص ساعة أو 45 دقيقة خلص شغله معي وما بقى سأل عني بنوب وبلش يقول جميلة وجميلة وبلش يسب. يعني ما خلى شي وما حكى على جميلة ومهند. يلي عم يفكروا فيه مستحيل يصير. مفكرين القصة سهلة؟ طول ما أنا عم أخذ نفس مستحيل يوصلوا لبعضهم. هالسرسر يفكر إنه في ياخد جميلة مني. مين مفكر حاله؟ هالواطي مين هو؟ واحد شحاد. ليش هو؟ في عيشة مثل ما أنا معيشة؟ في قدم له مثل ما قدمت له؟ ما في. ما بيقدر. وجميل لسه عايشة بأحلام الطفولة. معقولة مشان هالكلب ما بقى بده ياني؟ معقول؟ معقول تفضلوا علي؟ شو مفكرين حالهم؟ كتير مصطوطين حيطي. ماشي أنا رح ورجيهم. أقسم بالله إذا ما دعستهم دعس تحت رجلي ورجيتهم قيمتهم ما بيكون اسمي بدر هكمان. إيه بكفي. شو أنا أجيت لأسمع منك قصة جميلة ومهند؟ أنا رح روح. استني. ألو جميلة خانم على الباب؟ ماشي خلوها تفوت. ما رح تطول. استني سمرة شوي ورح تمشي. ليش جاي؟ مشان تحل المشاكل الأخيرة. هيك بزن. لا تروحي فوتي لجوا.